السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي، وكل عام وأنتوا بألف خير، وإن شاء الله يا رب يتقبل طاعة الجميع. يعني إحنا سبحان الله كل عيد بنحكي إنه إن شاء الله هذا العيد يكون فرحتنا كبيرة، ويعني ننبسط بهالعيد وتخف همومنا شوي يعني بهالمنطقة المنحوسة والمنكوبة على طول. لكن يعني بتكون القصة يا أما سوريا يا أما العراق يا أما فلسطين يا أما يعني اليمن ليبيا، وكأنه هالمنطقة انكتب عليها النحس لا يعني نهاية عمرنا. يعني خواطر سريعة هي بس بالنسبة للعيد جت ببالي. بداية بالنسبة لفلسطين، ما في شيء بنملكه حقيقة إلا الدعاء، منقول يا رب الله يثبت أقدامهم وينصرهم. وهون يعني كونه عم نحكي بالأمور، ملاحظة بسيطة بالنسبة للناس اللي نشرت كثير على الفيسبوك وتعرضت لمشاكل من ناحية الفيسبوك. أنا عم بحكي فالفيسبوك عامل حملة كبيرة بصراحة لمواجهة المنشورات، الصور الفيديوهات اللي بتحكي عن فلسطين بشكل عام. يعني فأي شيء راح تشوفه أو أي حساب راح ينحظر فهو بهذا السبب. طبعا أكيد راح يبعث لك الفيسبوك شو الأسباب، لكن بشكل عام يعني حملة كبيرة حتى على تويتر حتى على يعني يوتيوب. فهاي منصة التواصل الاجتماعي اللي بتدعي الحرية مو شيء جديد، قبل هيك كان عن سوريا، كنا أي شيء نحكي عن الظلم اللي واقع على الناس عن حال الناس كان أيضا نتعرض لإغلاق لحساباتنا. ما فيني أحكي غير يعني كل عام بخير والله يصبر الناس جميعا. بداية مبدأ أكيد شيء طبيعي ببلدي سوريا اللي في ناس صدقا حلويات العيد ما في مجال أنها تشتريها ولا ملابس لأطفالهم، يمكن هذا صار آخر همهم حاليا. وما فيني أنتهي يعني بفلسطين على الأوضاع اللي عم نشوفها حاليا بكل وطن العربي. بشكل عام بحاول أني أكون الشخص اللي بحاول يتضامن ويوقف مع أي شعب مظلوم من الشعوب العربية دون النظر لصراحة دينه أو عرقه أو تفكيره أو اتجاهه. بدعم تحرر الشعوب، بدعم تحرر أفكار الشباب، الوصول لبلاد عربية سليمة نظيفة بعيدة عن العبودية، عن حكم العسكر، عن يعني التفكير بشخص والعبودية لشخص واحد. هاي هي رسالتي أنا بطول عطول باستمرار، لأنه أنا إنسان قبل أن أكون أي شيء بشتغله بحياتي، سواء مجال دراستي سواء عملي على اليوتيوب سواء عملي بمجالي الخاص، أنا إنسان. ولأنه إنسان شيء طبيعي أني أتضامن مع أي يعني قضية بتصير بتهم الشباب بداية، اثنين بتهم يعني تحررنا كشعوب كاملة عربية. بتمنى أنه هاي السنة تكون يعني نهاية مآسينا، بتمنى أنه نخلص بداية من هذا الوباء اللي فعلا قيدنا وربطنا بشكل كبير، وترجع أعيادنا مثل زمان، ترجع جماعاتنا مثل زمان، نرجع نلتقي، وللمغتربين يرجعوا لبلادهم. يعني هذا يعني ما حدا رح يشعر بهذا الشيء غير اللي فقد بلده صراحة. ومع أنه أكيد يعني بتواجدي أنا بالأردن شاعر حالي أني ببلدي من التعامل اللي عم بشوفه أقل شيء من الناس الطيبين، لكن بظل الإنسان يعني بلده غير عليه. تحياتي للجميع، كل عام وأنتوا بألف خير. وطلب يا ريت يعني هذا كنت بدي أحكي بفيديو لحاله، لكن الوضع الآن في أولويات صراحة، أنه الرسائل اللي بنبعثها بالعيد يا جماعة يعني نلغيها. الرسائل اللي هي عبارة عن أنه بنحط 500 واحد من جهات الاتصال وكل عام وأنتم بألف خير من فلان فلان، يعني هو أصلا وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الدردشة تشات والتراسل يعني أفقدتنا المشاعر، إحنا بزيادة نزيدها بالرسائل اللي هي يعني لا تحمل أي قيمة. أنا آسف يعني، لكن بالنسبة لي اللي بعث ليها أنا ما بشوفه محترمني صراحة ولا فيها أي نوع من أنواع المشاعر. أخي بدك يعني تعايدني، يا ريت تبعث ليها بشكل شخصي وتذكر يعني اسمي واسمك. بعدين ما في تذكر اسمك، ما في داعي تذكر اسمك لأنه أنت مسجل رقمك عندي يعني. أما والله أو تترفع لي، أنا هيك بعمل، أنا الشخص اللي بدي أعايده بكل بساطة. أخي كل عام وأنت بخير أخي العزيز فلان الفلاني، صديقي كذا، أو بأسلوبي يعني حسب علاقتي فيه واليعني الأمور سهلة بيناتنا. أما والله يعني رسالة جماعية لخمسين واحد، هذا الشيء أنا بصراحة بالنسبة لي مرفوض، وأنا بعتذر من كل شخص بعث ليها سواء على الفيسبوك أو على واتساب، إني ما رح أرد عليه لأنه ما بعتبر أنها بتعنيني. هي رسالة، هي مو شوفة حال، وإنما بالعكس أنا بشوفها هي من أخلاق التواصل الاجتماعي إنه نبتعد عن هاي الأمور. الشخص اللي انت بتعزه وبتحبه بعث له بشكل شخصي وعايده. ما عندك وقت، ما حدا محاسبك يعني على هذا الشيء، اكيد في مقربين واللي بعدين ما حدا رح يعتب ويزعل عليك اصلا. انت كنت تزور، هل كنت تزور كل اهل مدينتك يعني؟ فنكون منطقيين ونكون يعني فعلا بعدنا بنحافظ على ما تبقى من المشاعر بهذا الخصوص. اخر شيء برجع بحكي لكم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا رب تضلوا باستمرار بصحه وسلامه.
والخلاص يعني بأسرع وقت والتحرر لكل الشعوب العربية والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين. السلام عليكم.